طلبت دليفري وعايز تعرف ايه الاجراءات اللي لازم تعملها عشان تخلي اكلك نظيف من اي عدوى. اولا لازم ما تمسكش اي كيس او اي سطح بايدك، لان الكيس او السطح ده ممكن يكون ملوث بالعدوى. الصح وانت بتستلم الباكج او اي حاجه من اي حد لازم تكون لابس بلوفز. عشان نقلل تداول الفلوس على قد ما نقدر، يستحسن ان احنا ندي فلوس الاكل كامله علشان ما نضطرش ان احنا ناخد الباقي. دلوقتي بعد ما استلمنا الاكل هنفضي كل حاجه من الباكجينج اللي عليها في صينيه ينفع انها تدخل الفرن عشان هنسخن الاكل تاني، مع العلم ان فيروس كورونا او كوفيد 19 حساس جدا للحراره ومش بيتنقل اصلا عن طريق الاكل، وده اللي اكدته الاف دي اي، ولكن هنسخنه كاجراء احترازي. الافضل من اننا نرمي الباكج في الباسكت على طول اننا نحطها في كيس عندنا متاكدين من نظافته الاول، وبعدين نرمي الجلوفز ونقفل الكيس كويس ونحطه في الباسكت علشان اي حد من عمال النظافه نضمن انه ما يتنقلوش اي حاجه، لاننا بنتعامل كأن كل شخص مصاب ودي افضل طريقه للوقايه. طبعا غسيل الايدين حتى لو ما لمسناش اي حاجه خطوه مهمه جدا، اي نوع من الصابون هيفي بالغرض، لكن الاهم مده غسيل الايدين تكون 20 ثانيه او زياده. نيجي للخطوة الأخيرة وهي تسخين الأكل في الفرن في درجة حرارة 160 درجة سيليزيوس لمدة 10 دقايق أو أكتر. درجة الحرارة دي كافية جدا لقتل أي فيروسات، واللي منها فيروس كورونا اللي بيموت عند درجات حرارة أقل من كده بكتير، ده حسب كلام المختصين، مع العلم إن زي ما قلت ما ثبتش لحد دلوقتي أي حالة اتصابت عن طريق الأكل، وده حسب كلام الـ FDA.